قرأت عليها تنص حرفيا هي ثلاث بنود. أول بند إذا جتكم إصابة لا سمح الله مهما بلغت قطرتها معركة الألوان تخلي مسؤوليتها منكم. البند الثاني إنه الجهاز أو الأجهزة اللي بنعطيكم هي تعتبر عهد عليكم، إذا تعمدت إنك تكسرها ولا تخربها بتعوضنا قيمتها. والبند الثالث إنه في حال صورناكم يحق لنا نستخدمها مثلا في انستغرام أو تويتر. أوكي هذه ثلاثة النقاط. كم قيمتها بس عشان تعرف ناس ألعب واستمتع مو لازم تكسرها. أوكي في ناس نعرفهم صحيح لاعبين بيت بول الشباب قبل كذا؟ لا مو كلهم اللعبة فيها هامش أذى إن شاء الله ما هي خطيرة. خلينا نقول لو أضرب لكم مثال لو أخذت طلقة بهذه الوضعية من زيرو ديستنس بتألمك بتحرك بتوسم تقعد 4-5 أيام تلون لكن إنها ما بتجرحك ما بتأذيك ما بتنزل دم هذه الفكرة. لكن لا سمح الله إذا جت في عينك أو في وجهك بتأذيك، يعني في العين بتطير عينك، في إذا جت في فمك ممكن تكسر لك ضرس قوية الطلقة. اوكي طلع الكاميرا تمام. فلذلك اول ركن عندنا من اركان اللعبه اللي هي موضوع الخوذ، يعني بعد البريفنج هذا بتاخذوا الخوذ المعلقه برا هذه. في اي لحظه من لحظات الجيم فكيت الخوذ عن وجهك المحكم ما حيتكلم معك نهائيا، بيتوجه عليك ياخذ سلاحك من يدك ويقول لك تفضل لا تقتل، لانه في هذه الحاله انت بتكون شكلت خطر على نفسك وعلى الشباب الموجودين. اتفقنا؟ القوة ثم القوة ثم القوة. بس هذا الجهاز اللي بتستخدمه نص اوتوماتيك، بمعنى كل ضغط على الزناد هي طلقة، لا طلقة واحدة. كل ضغط على الزناد طلقة زي كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستر. اللاعب منكم معه 100 طلقة، حاول تلعب وتستمتع فيها ان شاء الله هتكفيك، يعني احنا دارسينها شوية انه 100 طلقة تكون ممتازة لكم يعني. بس في ناس تعلق يعني تشتغل يعني كذا طلقات سريعه تخلص طلقاتك وبتبدل اللعبه. اذا حبيت تسوي ريفيل ما عندي مشكله، يعني في عندنا نظام الريفيل هي 5 ريال، لكن انا ابغاك برضو تستمتع في اللعبه مو من اول جوله تقول خلص الطلقات. اوكي ما في وقت محدد مره للعبه، الكوتش بيخليكم تلعبوا وتنبسطوا لين ما اخر رجال فيكم يخلص طلقاته. اوكي زي ما قلت لكم نص اوتوماتيك ما حيطلق معك بوضعيه سليمه الا في وضعيه مستقيمه، يعني كذا حركات ببجي ما حتنفع لانه هي الطلقات عباره عن كور، فلازم يعني تنزل في المجرى الاطلاق هذا، اذا ميلت كذا فما بتنزل الطلقه بتسطط لك هواء زي ما طلقنا قبل شوي. طبعا الحين البس الخواد يا سلام ما انا دايما تتحدث انا بكون العنصر اللي بيحدد الفائز. والله زي ما قلت انت عنصر الخبره يلعب دور، واضح الشعر الابيض في خبره. بالضبط بالضبط. التصوير خلاص بيصير حق فريقنا بس ما نشوف الطالب. يلا يا زين احنا جاهزين، تايم ما عندنا تايم احنا جاهزين. ايوه يا سلام عليك جاهزين نكسر التكسير معهم الطير نكسرهم تكسير.
ثاني ماله من الشباب الجوله هذه تعال تمام. ودي اخسرك انت. انت كنت واقف جنب الرجال هذا ما جيبه فيه. ايش صار من طلع عبد الله؟ طيب لا ما طلع. الان الجوله الثانيه يلعبوها اللي تجي طلقه ما حيطلع برا، حيسوي ريسبون يرجع لقاعدته ويتقدم من جديد على طول جنب. تمام. الان انا بحسب معاكم النقاط، اذا صدت واحد فريق الخصم لك نقطه، اذا حاصرت وجيت وغدر من ورا ثلاث نقاط. حلو حلو. الهيد شوت طلقه اللي على الراس هذه بخمس نقاط. تمام. طبعا في حال جاتك طلقه وما رجعت ماينس 10 نقاط. تو ايزي. المدرب يشيد فيني طبعا. هذا في طلقه انا ولا طلقه ولا انا توني العب بعدهم ببجي وما ادري ايش. لكن كبير كبير طبعا. عدل كبير كبير ولا لا؟ عدل عدل. كم طلقه جات لك؟ اربع طلقات. بظهرك مني انا اللي بظهرك انا اللي طالق عليك والله انا. يلا شباب ثلاثة اثنين واحد هجوم. الفريق اللي فايز الفريق الازرق. يس يس. من احسن واحد الفريق انت صدق. كابتن هادي شو تقول عني انا؟ والله ابدع صراحه. الطير ما لحق بالفعل طير. مصيب. ولا ضربه ولا ضربه في كل جيم. طالع كفو كفو. سنتين مني طلعت جابه مني وبعد دقيقه طلع نفس المكان. طب شباب بالله نصف انا شفتك قاعد يرقص. بس عليهم كاول تجربه بس طلعت انا خطير والله العظيم. ما توقعت نفسي انا خطير كذا. لما طلع كامل كل فريوله بس تحكي. هذه دقيقه دقيقه دقيقه. الفريق المهزوم تفضلوا بيض سووا لكم. ما قلي ولا شو اسمه خد خد بيض عيون بيض عيون. مره جاي اذا صار الهواء معانا نعلمها. خلاص. يعطيك العافيه يا حبيبي. الله يسلمك. انتهت مغامرتنا في هذه اللعبه الجميله. ان شاء الله تغطيتنا نالت استحسانكم واعجابكم. ونلتقي ان شاء الله في العاب اخرى في المستقبل. حقد على احد. لا هو لازم حجز مسبق. تمام. شروط الحجز تكون 4 أشخاص الى حد 20 شخص. طبعا الاعمار نستقبل فوق 15 سنه. ننظم رحلات المدارس زي ما شفتوا اللعبه. يمكن تقسمون افرقه تلعبون جولات مختلفه حماسيه. وحياكم. سعرها كم؟ 120 ريال يعني. شخص ياخذ فيها 100 طلقه. 100 طلقة وبعدين يقدر يشحنها في أي وقت لو خلصت. إذا بيشحن بعد كذا 70 طلقة بخمسة. هي جولتين. هي جولتين. لمدة؟ كلعب فعلي لمدة 25 دقيقة. ولكن الحجز بيكون عبارة عن ساعة لأنه في تجهيزات قبل اللعبة. توقيتاتكم من كم إلى كم؟ من الساعة 4 إلى الساعة 12 مساء. إلى 12 مساء كل يوم. وطبعا عندكم عن طريق الموقع يحجزون. أيوة عبر الأونلاين. على طريق رقم الجوال. على الواتساب. على الواتساب يقدر يحجز.